السلام عليكم ورحمة الله. تعرض المطرب محمد فؤاد لأزمة صحية مفاجئة استدعت وضعه في غرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، وهو الآن يخضع إلى تحاليل وفحوصات طبية للرجوع إلى طبيعة حالته الصحية، بخاصة أنه نقل إلى المستشفى وهو يعاني من ضيق شديد في التنفس، ولكنه كان واعيا لكل ما يحدث من حوله، أي لم يكن فاقدا للوعي ولم يدخل في غيبوبة مثلما يشار إليه. وقرر الأطباء إبقاء فؤاد تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة إلى حين ظهور النتائج والتحاليل، وخشية تعرضه لانتكاسة صحية حال مغادرته للمستشفى.